في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، سواء كان كسر، جرح، دملة، فسفوسي، هذا كله شو اسمه؟ بلاء. إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله تعالى، يعني للملك: اكتب له صالح عمله. شو كان يعمل من الأعمال الصالحة؟ اكتب له إياها. كان يحضر الدرس، اكتب له حضر الدرس. كان يذكر، اكتب له زكاة. اكتب له صالح عمله، فإن شفاه غسله وطهره. إذا الله عافاه وفز، فز مغسل مطهر نظيف ما في شيء. وإن قبضه غفر له ورحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المريض إذا برئ وصح. كان مريض بالفرشة وفز، هذا شو المثال تبعه؟ مثل المريض إذا برئ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. من قالها على مريض 7 مرات وفي عمره بقية شفاه الله وعافاه.